الطلاب الكليه العسكريه تحديدا يعني من يدخلون بدوره الصاعقه يعني وصل الى قمه اللياقه البدنيه، لان هاي الدوره تصير قبل التخرج بشهر او شهر ونص، يوصل الى اعلى مراحل التدريب واللياقه البدنيه، ومن ثم نزجه بدوره القوات الخاصه. دوره القوات الخاصه هي شهر، ولكن هي يعني دوره مكثفه جدا، بحيث انه يعني نشوف يعني نفحص قابليه الطلاب ان شاء الله بها على تحمل التدريب العنيف. أنا أوصيكم أنه التدريب يكون يعني قاسي جدا، وبدون أي تهاون ويا الطلاب. شخصوا لي المتميزين بالدورة، حتى دول هم نفسهم اللي متميزين وعندهم رغبة ناخذهم ونزجهم إلى صنف القوات الخاصة بالجيش العراقي. ناس القوات الخاصة، طه عبد الرزاق عبد الوهاب معلم شعب القتالات الخاصة، جناح التدريب المدني والقتالات الخاصة، كل عسكري الأولى سيدي. الناس وانتم تعرفون انه هذا النسر وهذه الباجات ما تجي من فراغ. ما يصير الضابط او المنتسب من يتخرج من الكليه يحط هذا النسر وهاي الباجات بدون ما يشترك بهاي الدوره ما الزلم. خوش؟ نعم سيدي! خوش، احنا هسه باليوم الاول مو صحيح؟ نعم سيدي! وانتم ان شاء الله مقبلين على تخرج قريب. نعم سيدي! وهاي الدوره راح تستمر 28 يوم الى 30 يوم. نعم سيدي! أريد الطلاب اللي مشتركين أمامي أريد تستفادون من هذه الدورة أقصى الاستفادة من عندها. ليش؟ لأنه هذه الدورة ما راح تنعاد عليك من تتخرج وتكون ضابط بالجيش. راح تتعلم أنواع العقد، راح تتعلم شلون تجتاز الموانع الجبلية، راح تتعلم التحمل بالجو البارد، شلون تنهض من وقت مبكر وشلون تتحمل البرودة، راح تتحمل المطاولة والضغط البدني العالي، الإزعاج الليلي، التعايش، شلون تقدر تعيش بالميدان بدون أرزاق وبدون تجهيزات. راح نعلمك على الدوريات والكمائن، الثقة بالنفس، شلون راح تقفز من الجسر وشلون تنزل من الطائرة السمتية بالحبل. هذني كلها مواضيع مهمة تفيدك كضابط بالجيش إن شاء الله وبالقوات الخاصة. منو عنده رغبة حتى يكون منتسب بالقوات الخاصة العراقية؟ بهيك زلم، والله أنا أحكيها وبفخر، بهيك زلم وبهيك معنويات عالية وبهيك رجال أبطال منتسبين بالكلية العسكرية وبالجيش العراقي، والله الجيش العراقي مالنا يسوي المستحيل. والله عافية عليكم أبطال. والمعلمين اللي عندكم هم من خيرة المعلمين بالقوات الخاصة، سواء كانوا ضباط صف أو ضباط. أوصيكم انه تطبقون التمرين والتمارين كلها على الطلاب اللي موجودين بدون تهاون. ما بي هذا الموضوع، ما بي تطبق التمرين وتنفذ التمرين بشكل مميز حتى نطلع طلاب يعني متميزين وهم ضباط ان شاء الله بالمستقبل.